متابعي معكم بلقاءاتنا مباشرة من يوم جديد. اللقاء التالي بيجمعنا بدكتور رائد محسن، اختصاصي بالإرشاد والتوجيه العائلي والزواجي. دكتور محسن صباح الخير. صباح الخير لك ولكل اللي عم يشاهدونا. أهلا وسهلا فيك، طمني كيف الأجواء؟ الأجواء لحد هلا ممطرة بالنسبة للطقس، بالنسبة للطقس بالنسبة للأشياء الثانية بتعرف يمكن أكثر مني بحكم وجودك بالإعلام مباشرة. متردي ومرأة بموسم هبوط بانتظار الصعود. عندنا أمل للصعود؟ الأيام المقبلة بتفرجي، يا إما هبوط ونبقى بحالة الهبوط لفترة طويلة كي نتكل فقط على أنفسنا بالقرارات، نعم يا إما بضلنا هابطين. نعم دكتور، اليوم الموضوع يعني حفر وتنزيل على الوضع اللي عايشينه، لأن أيوه احنا أوقات صحيح. تحت ضغط نفسي ناخد قرارات سريعة ما بنعرف أبعادها، ما بنعرف لوين بتوصلنا. أوقات بنكون عم نحول حياتنا، عم نقلبها يعني فوقانة تحتاني. مخاطر اتخاذ القرارات العائلية تحت تأثير الضغط والتوتر، وخاصة ضغط الحرب وتوتر الحرب والمخاوف. يعني اليوم عم نشوف إذا بدك ناس من مناطق جنوبية أو حتى من بيروت عم بيبعدوا صوب كسروان والشمال، ياخدوا بيوت يستأجروا، ما بقى في شقة فاضية، كله تأجر وكله يعني إذا بدك انحجز، لأن خايفين من يعني الحرب أنها تمتد لعنا. وطبعا هيدي المناطق هي عرضة أكثر من غيرها بركة. فاليوم مخاطر اتخاذ هالقرارات قد ايه؟ ولما صحيح. بنحكي نحن اتخاذ قرارات عائلية بينفرد فيها شخص واحد، ولا بده يكون في آراء مجتمعة من أفراد العائلة، أهل وأولاد مهما كانت أعمارهم؟ منيح، مقدمة شاملة منيحة، بس خليني أوضح شيء قلته قبل. أنا عن قرارات مش على الصعيد العائلي، على الصعيد الوطني، إنه أن يكون قرارنا مستقل، يعني بدون أي تدخل أجنبي، ساعتها بكون القرار نعم قرار بيكون ناضج نابع من مصلحتنا الوطنية ومصلحة كياناتنا في الأمة. وهلأ على الصعيد العائلي، خلينا نقول إنه على الصعيد العائلي أو على صعيد إنشاء عائلي، صعيد إنشاء عائلي، يعني ما في حدا يجي تحت حالة التوتر والضغط ولأنه مارق بحالة خوف وأحس حالي وحيد أو وحيدة، بقوم بتخذ قرار بالزواج ومن قرار ناضج. ليه؟ لأنه شفت كيف لما يكون الحالة في توتر وفي خطر على الكل، كيف بكون أنا وحيدة أو كيف أنا وحيد نعم ساعتها. لا، أفضل أكون من حدا. لا، هذا قرار عم تاخذه تحت الضغط اللي نحن، حتى لو لم تكن الشريكة هي التي تضغط عليك، هذا عم تاخذه تحت ضغط الظروف وتحت التوتر، أعصابك متوترة. يعني لذلك أوقات واحد بكون أنا وياك عم نتناقش ويمكن عم نتشارع ونختلف على نقطة معينة، واثنيناتنا عاطفيين تجاه الموضوع، واحد منا بقول للثاني طب روق خلينا نرجع نحكي فيها بعدين، بكون انت رأيت وانا رأيت، هيك بناخذ القرار الافضل. وهي بيكون يمكن قرار دخله بمصلحه بزنس يعني، او بقرار شو ما كان يكون. نعم فكيف قرار مصيري عائلي؟ طيب صحيح. هلا قرار عائلي انه الانتقال الى بلد اخر مثلا، ما عم نحكي انتقال مؤقت، انتقال مؤقت يعني ماشي الحال. هيدا لانه بقول خيانه امنيا او عائلتي، او ما بدي هون يسمعوا انفجارات، حتى لو كان المنطقه التي انا ساكن فيها آمنة، مع أنه العدو عم يوعد أنه لن تكون هناك منطقة آمنة. بتقول أوكي غادر إلى بلد آخر، بس أن تقدم استقالتك خاصة، يعني الموظف، نحن دائما نعم بنقول تقديم الاستقالة بالعمل بده يكون البديل حاضر. فإذا تحت ظرف نفسي بالشركة لأنه في وضع نفسي غير مريح لإلي مع المديرة أو المدير أو موظفين، ومقدم استقالتي بدون ما الاقي شغل تاني، لا بلاقي شغل تاني وبعدين بقدم استقالتي. فهون نفس الشيء، إنه تحت الضغوط الموجودة بلبنان وفلسطين وبكل سوريا، نعم نعم نجي بنقول إنه أنا بدي أقدم استقالتي إيه، ورايح على بلد يمكن يكون بالخليج، يمكن يكون بلد أوروبي، وأبحث عن عمل. هلا نعم كل واحد بيعرف قدراته ومهاراته، انه في ناس قادرين ماديا انه، وقادر كمان بالفيزا من حيث الجنسيه الثانيه او الاقامه، ان يكون متواجد بفرنسا او يكون متواجد ببلجيكا او بالامارات،
وثلاث اشهر بلا عمل، وان يحصل على عمل فيما بعد ماديا قادر يعمل، هذا صار شيء ثاني. نعم نعم بس يعني عم بقول إمكانياته المادية بتسمح له إنه يقعد يعني فترة معينة صح، لكن رجلج أوضاعه. دكتور يمكن يندم على القرار، بس ها لكن ها ندم على القرار بس ما في خساره، لانه ندم أوكي على القرار لكن يعني قدر يقلع وما ربح جميله حدا. نحن المشكله لما واحد يكون معه مصروف يكفي شهر او اقل ويتخذ هكذا قرار نعم ويقول بندم، طب كيف يعني؟ ما هيدي بدها حدا معه يكون، لانه انا عم صح باخذ قرار صح معناتها بارق بحاله ذهنيه ليست على ما يرام. طب ما في حدا يقول لي روق على وضعك شوي ويشرح نعم لي البدائل السلبيه اللي عم بتخلق. كأنك قريت ما في داخل رأسي دكتور رائد محسن مثل العادي يعني ما شاء الله عليك. دكتور عندي سؤالين بالنسبة لاتخاذ القرارات أو القرار، هو ذاته لما بيكون في عنا شوا واحد أو أكثر من شوا تنحدد ونغربل بنرجع نوصل لاتخاذ القرار، وتعقيبا على الكلام اللي قلته حضرتك دكتور محسن بنشوف حالات كتيرة وموجودة بمجتمعنا اللبناني ممكن تكون قراب منا، في ناس باعوا كل شيء بيملكوه هون يعني سفروا حساباتهم هون وراحوا للخارج بهدف مستقبل موعود ما طلع على قد الوعود والأحلام، كمان حطوا مصرياتهم رجعوا لهون يبلشوا من الصفر ورجع وضعهم متردي أكثر من مكان قبل اتخاذ قرار السفر. صحيح، لانه واحد منا بحياته بده يستشير. يعني انا على الصعيد الشخصي اقتصاديا وماليا يعني معلوماتي متدنيه جدا، باي قرار بدي اخده بهالمجال بدي استشير حدا يعرف فيه الموضوع، يمكن يكون صديق ما بقول استشاره انه روح ادفع حدا مصاري استشيره، بس حدا بيقدر يعني لما نقول هلا درج كثير اللايف كوتش مدربين مدربي على الشؤون الحياتيه، لا بدنا نكون عند حدا عن جد قادر يعمل لي كوتشنج، قادر يدربني انه اقتصاديا بظروفي بعمري بعدد افراد عائلتي بممتلكاتي او عدم ممتلكاتي، هذه الشان الاقتصادي. هلا الشان الاكاديمي اذا عندي اولاد وبدرسوا مدارسهم والتغيير لهم، الشان الاجتماعي لحياه اجتماعيه انا وزوجتي وافراد عائلتي، يعني على كذا ما بدي اسمي جبهه، هلا دارس كلمه دارجه كلمه الجبهات، على كذا صعيد واحد بده يدرسها تاخذ هيك قرار. اذا في هلا واحد لوحده منه متزوج بقول مش فارقه معي وما عندي مسؤوليات تجاه اهلي، حتى مثل ما بقولوا بالدارج بضرب الطينه بالحيط، يعني يا بتلزق يا ما بتلزق، اوكي بروح وما مشي الحال برجع. هي صار شان اخر وعمره بيسمح، بعده بالتتين بالعشرين، بس حدا عمره فوق الخمسين ويغامر حتى لو كان عازبا عم بتغامر اقتصاديا بحياتك الا اذا كنت مرتاح ماديا. نعم فقرار الانفصال، حكينا عن قرار الزواج، قرار الانفصال تحت الضغط والتوتر، كمان تحت الضغط والتوتر بالنسبه للي عم بيصير بزمن الكوفيد 19 بزمن كورونا، كنا نحكي كمان عن الانفصال والتوتر والطلاق تحت سقف واحد لانه قاعدين 24 ساعه وما حدا بيتحمل حدا. طب واحد ما بيتحمل حاله 24 ساعه اذا قاعد لوحده ومعه حدا، كيف بيتحمل اثنين قد ما كانوا علاقتهم منيحه؟ يعني في ناس بيحكوا فيها بطريقه ايجابيه وكتار بيحكوا بطريقه سلبيه. فهلا نفس الشيء انه فيها الضغط في توتر زيد عليه الخوف، زيد عليه الخوف وعم ناخذ قرارات بالانفصال وربما الطلاق، مش بس سيبريشن مؤقت انفصال مؤقت، عم نعم نحكي عن حاله طلاق بظرف عارف حالك انه في اشياء تانية دخيله على عقلك على ذهنك عم بتشوش عليك عم بتشوش عليكي، بقى هاي الاشياء الدخيله عم تشوش عليكي هي الحاله اللي عم نعيش فيها. نعم ربما قد يكون هذا القرار هو القرار المناسب، لكن اذا حطيناه القرار او الخيار خيار الطلاق على الرف ورجعنا نزلناه على الرف لما يكون رقت اعصابنا وقادرين نفكر بطريقه واضحه ما بيكون افضل؟ يمكن هالتوتر وحاله الضغط وتعاطي شريكي معي هالحاله هيدي يؤكد خيار الطلاق، نعم ويمكن العكس صحيح، تعاطيه معي بحاله التوتر والضغط يغير لي رايي لانه بوقت اللي كنت فيه متوتر وضغط وخايفه عرفت مين الي وعرفت مين بيفهم نفسيتي وعرفت، يعني قد يكون هذا او ذاك. نعم دكتور محسن يعني جماعة الكومفورت زون وأنا واحد منهم قديه صعب إنه يعملوا إذا بدك تحول بحياتهم ياخذوا قرار
بغير لهم حياتهم بطريقه جذريه، وخاصه اذا كان في شريك يختلف بالطباع. يعني في اوقات بتشوف كابل انه حدا بيطحش، حدا بيغامر، حدا لا انه بيضل بهيدي المنطقه الامنه. ايه الكومفورت زون، كمان انا من جماعه الكومفورت زون، انه هاي المنطقه الامنه بتريحني وخليني فيها، ان كان على صعيد العمل او الصعيد الاجتماعي والصعيد الجغرافي. بدنا كثير حدا يقنعنا انه الخيار اللي يقترح من قبل الشريك او الشريكه، او بحال الله حدا يكون صديق على بالنسبه لعملك افضل نعم يكون مكان نعم اخر، بده يكون كثير واضح ايجابياته. ايجابيات الخيار الاخر بدها تكون كثير واضحه لنا. بدنا بالانجليزي بنقول تيستينج ذا ووترز، يعني نمتحن فاتوره المي وسخونتها نعم وبرودتها. بدنا بنكون كثير محظوظين اذا واحد قدر ما يقدم استقالته لكن ياخذ اجازه دون مقابل دون مدخول، ويروح لفتره طويله للمكان الاخر بدون ما، وهيدي شوي صعبه وما بتكون للكل يعني، يروح المكان الآخر ويشوف كيف العمل هناك والحياة هناك، أو إذا نفس البلد العمل هناك. يعني نعم 3 أشهر تقريبا في هذا شيء شائع بلبنان موجودة وبكل كتير دول موجودة، في 3 أشهر لتثبيت الموظف. نعم طب ما نفس طيب الشيء هذا الخيار، 3 أشهر لألك اللي عم توظفني ولألي كموظف. بقى إذا نعم أنا قدرت أخذ unpaid leave، إجازة بدون مقابل، قادر نروح امتحن على الصعيد العملي مكان آخر، وإذا ما عجبني برجع حيث كنت. هيدي نعم بتكون بريفليج، بيكون امتياز كثير حلو ما الكل عندهم اياه. لكن ايه اوكي مظبوط، اللي عايش بمطرح ومكان امن صعب كثير انه يغير. خليك نعم على ما انت عليه، ليه لا مش غلط اصلا. اوكي دكتور، يعني انا هلا يعني قلبي بيقول لي خليك، عقل زميلتي شادية ظاهر بتقول لي اختوم، بدنا ناخذ قرار ننهي اللقاء معك لان خلص لا، وقتنا. القرار المرأة شادية قالت نختم نختم خلاص خلص. بس اهم شيء بنختم بانه القرارات تتخذ باعصاب رايقه، وهي اوكي، شادي قاعده بالكنترول روم اعصاب رايقه وهكذا لا لا لا، قرارات. ما اسمه كنترول روم، يعني مفروض يكون كل شيء رواق. شيز ان كنترول يعني، شيز ما كنترول. هيك ما هيك. شكرا لك دكتور رائد محسن، شكرا. بشوفك الخميس اللي جاي ان الله راد. بالبد. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بنروح نحن وياكم للقاء بيجمعنا مع كلود سعد ليخبرنا اكثر عن منتجات ناتشوري كلود، خبير الطاقه والتجميل، وطبعا مع هالسين الحلو واللي بيخلينا نفهم شو بدنا أكثر بحياتنا.